ميار، اهلا يا ميار. الو، ايوه حبيبتي اتفضلي. كنت بس عايزه اسال حضرتك كده، انا والدي توفى امبارح. بقاء لله يا حبيبه قلبي، الله يرحمه. حياتك الباقيه. بصي، هو يعتبر اللي مربيني، يعني انا اصلا بابايا سوري وهو يعتبر اللي مربيني، فهو رباني وانا من وانا عندي 6 شهور. فجاء في اخر ايام لي طلب انه يشوفني انا وماما، بس هو منفصل عن ماما. تمام، فاتصل بيا كذا مره، بس هو عنده بنتين، البنتين دول كانوا على طول في مشاكل معانا، وهم كانوا بيمنعوني ان انا اشوفه. يعني بصي معلش عشان نفهم يا ميار، انت باباكي بتقولي سوري، يعني سوري يعني جنسيته سوري؟ انا بابايا الحقيقي جنسيته سوري. تمام، وبعدين انفصل عن مامته. هو اللي مربيني. تمام، ثانيه واحده بس، خطوه خطوه. بابا انت باباكي ومامتك دول بعد ما خلفوكي انفصلوا عن بعض، صح؟ بالظبط. هل مامتك اتجوزت الراجل اللي بتقولي انه مات ده؟ بالظبط. تمام، الراجل اللي مات ده راجل مصري. تمام، اتجوزته. وهو اللي رباكي. بالظبط. بعد كده مامتك اتطلقت منه؟ اه، علشان بناته كانوا عاملين مشاكل معاكم. ايوه، فجم بعد كده في اخر فتره بقى يطلب يشوفنا كتير قوي، فبقيتوا تروحوا تشوفوه. لا، مش رافضين، كل ما اجي عشان اشوفه يقولوا لي لا، ما لو جيتي احنا هنعمل مشاكل، ويصنطوا اللي كان بيجيبوا له الشغالين يهددوني في التليفون، لو جيتي احنا هنكلمهم وهنقول لهم ان انت جيتي. فبالتالي هما بيقعدوا يتعاركوا معايا وبيعملوا مشاكل معايا. فما روحتيش؟ فما روحتش. جه في يوم راس السنه اتكلم معايا، وزي ما بيكلمني ويهزر معايا على طول، وسلم على ماما وطلب منها، قال لها تعالي انت وميار، انا عايزه اشوفكم. طب انتوا ما قلتلوش يعني انتوا بناتك اللي منعنا؟ قلت له، قال لي مشاكل ايه بس، ده مفيش حاجه هتحصل، وقام سكت على كده. ما فاتش امبارح بتكلم ماما واحده من الشغالين، بيتكلم واحده من الشغالين، فبتقول لها، قالت لها ابعدي التليفون شويه بس عن ميار، انا هقول لك حاجه، الحاج عمر تعيشي انت. الله يرحمه. طبعا انا كان نفسي اشوفه فما شفتهوش. فلما قالتلي كده انا رحت شفته، بس شفته في الثلاجه. فرحت تاني يوم المقابر انا وماما، عشان خاطر ايه الدفنه والمقابر وكده. جايلي احساس غريب، اللي هو انت ازاي هتنام هنا لوحدك، اللي هو انا بقيت بتخيل حاجات غريبه، انا بقيت واقفه، اللي هو طب الدنيا هيجي عليه وهو نايم هنا، طب هو هينام لوحده، اللي هو انا خايفه اسيبه وامشي. عندك كام سنه يا ميار؟ انا عندي 25. وده اول حد قريب منك يموت، صح؟ اول حد يبقى قريب مني اشوفه، يعني اشوفه ويدفن قدامي، يعني انا ما شفتش ابويا الحقيقي، فهو بالنسبه لي هو ابويا، يعني فاهمه. انت يعني حبيبتي ربنا يكرمك وربنا يصبرك ويرحمه ويدعي له كتير، وانت الاحساس اللي انت فيه ده احساس طبيعي. اول حد تشوفيه قريب منك يموت، كل الافكار والاحاسيس دي بتيجي للواحد. بس انا شفت تيتا الله يرحمها، وشفت جدي، بس انا ما حسيتش بنفس الاحساس ده. يعني الاحساس اللي انا حسيت بيه امبارح وانا بيدفن وهمشي واسيبه، ده ما كنتش حاساه. ومش عارفه هل انا ابقى كده مقصره، انا وماما قصرت معايا في ان انا ما شفتهوش، ان هو كان نفسه يشوفني وما عرفتش ان انا خليته يشوفني، هل انا كده مقصره؟ وانت كان بايدك، انت هم ولاده ربنا يسامحهم بقى. بالظبط، يعني انا كنت عايزه اروح، بس انا خايف. بص يا ميار، اولا بقاء لله، ونسال الله ان يرحمه رحمه واسعه يا رب. الحاجه الثانيه ان هو انت في مقام طبعا بنته، وهو يعتبر والدك، وهو محرم عليك وانت محرمه عليه، فكما قال الله عز وجل ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والايه في الاول حرمت عليكم، فانت محرمه عليه شرعا، فانت في مقام البنت حقيقي، وانت لان هو رباكي وانت ما طلعتي ما شفتيش الا هو، فده ابوكي، والاب دايما بيقولوا الاب اللي ربى. يعني في النهايه انت كنت مش بايدك اللي انت تروحي او ما تروحيش، هو انت اتمنعتي، وبعدين رب العالمين قال ولا نكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهكذا. فاحنا عندنا لما يكون الامر ضيق قوي كده وفي مشقه علينا، فرب العالمين بيوسع الامر. طب هو مات وانا رحت شفته، وازاي هو قاعد لوحده هنا؟
لا ان شاء الله هو مش لوحده، ممكن نقول ان شاء الله نسال الله ان يكون كان صالحا يعني، فيكون هو مع عمله الصالح، القبر يبقى منور عليه بعمله الصالح، لو كان بيصلي بصلاته بزكاته بصيامه بطاعته لله تبارك وتعالى. طيب انا المطلوب مني ايه؟ انا المطلوب مني ان انا استغفر ربنا جل وعلا له، ان انا اتصدق عليه، ان انا ادعي له، اصلي، لو انا ما بصليش بقى ابدا اصلي، فاصلي عشان يكون في ميزان حسناته، وانا ساجده كده بين يدي الله تبارك وتعالى اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فانا بدعي له. ده اللي انت تقدري تعمليه، وحافظي بقى ايه على نفسك ونفسيتك، وخرجي من حاله الحزن اللي انت فيها دي، وهو في النهايه بقى كلنا هيبقى مصيرنا ده، يعني كلنا هيبقى مصيرنا ده، والانسان ليس له الا ما قدم من عمل ايه؟ من عمل صالح. ربنا يرحمه رحمه واسعه، وانا لله وانا اليه راجعون.